كنتحدثوا على المشكل اللي طرحته لنا الحكومه المفاجئ، القرارات المفاجئه ديال الحكومه، وهي اللي كتنتج على سميتو هذا الاغلاق ديال من 8 ل 6 د العشيه. لهذا انا كنبغي نوصل الرساله ديالي من هذا المنبر هذا ديال بن سوده لهذه الحكومه اللي كنقول لسعاده الوتر الاول اللي انت جالس في البيرو ديالك مكيف مرتاح مع راساتك، كتخلص المنضة ديالك الشهريه ديالك، كل شيء دايز في امل الله وحفظه. حنا كمهنيين كاصحاب المقاهي كنطالبوا منك بعدا بانك تنازل على شهر من المنضة ديالك، تعطيها انت تشوف تقدر تنازل بها لا انت ولا العمده ديالنا ديال فاس البليكي، واش قدو تنزلوا لنا على المنضة ديالكم وتنزلوا معنا؟ لان هذا القطاع عدد المقاهي والمطاعم دمرتوه قتلتوه بالمواطنين ديال بالخدمه ديالو بالناس ديالو بالناس كلها ديالو بالقطاع كله. المخير فينا احنا اصحاب المقاهي دابا في هذه الحاله اللي كتهضروا معنا بعد الازمه ديال العام، المخير فينا دابا في هذه المقاهي فينا 7 8 ملايين ديال الكريديات اللي كيحسب راسو اللي ما بين الماء ما بين الضوء ما بين الخدامه ما بين كلشي. ولهذا كنا كنترجاو الله بان هذا شهر رمضان بان نبداو نتفكوا شويه ونمشيو شويه ونخدموا على راسنا شويه، لهذا كتفاجئونا بهذه القرارات هذه. الغريب في الامر حنا هنا في بن سوده كنشوفوا الطوبيس كيدوز عندنا سير صارج معامر مدوبل، السويقه عندنا عامره، واش هاد كورونا هذه كتنزل حتى ل 8 د الليل عاد كتم نازله عاد كتخرج؟ هاد الحكومه هذه واش كتاخذ القرارات العشوائيه غير بهذه الطريقه هذه؟ لهذا حنا كنقولوا لهذه الحكومه هذه خصها تراعي الظروف ديالنا، ولا ما قدرتش تراعي الظروف ديالنا كيخصهم هما كبرلمانيين وكوزراء كنطالبوهم بانهم يتنازلوا على الشهريه ديالهم كاقتطاع شهري ديالهم يتضامنوا به مع المقاهي وعمال المقاهي واصحاب المقاهي ومسيري المقاهي. لان في كل مقهى كيتواجدوا فيها عمال اللي كطالبوا منا نديكلاريوهم في لاسينيسيس واللي كطالبوا منا نصوبوا لهم وريقاتهم ونقادوا لهم شغالهم. لهذا واش انتم دابا كتنتظروا كحكومه احنا قادين باش نوفروا الطلبات اللي كطلبوا منا؟ واش لهذا دابا ان ملي كتمشي عند ساده العمده كتلقاه هنا في المنطقه ديالنا حنا مصيفطنا الضرائب ديال الباش ديال لاطيراس ديال الازبال جميع الضرائب عطيناها لنا جميع الضرائب خرجوها لنا في هذا العام ديال كورونا؟ واش حنا قادين حتى نقلبوا حتى على ما ناكلوا ولا نفكوا غير الكريديات اللي فينا؟ ماذا بك كتلقى راسك خارجين لك ضرائب غامره وكبيره، ماذا بك كتلقى خارجه امور كبيره كبيره اكثر من الاستطاعه ديالنا. لهذا حنا كنطالبوا من هذه الحكومه هذه بان هذه القرارات اللي كتاخذ مفاجئه وعشوائيه غادي توصلنا لواحد الحاله كما كنقولها فوهه بركانيه. لهذا حنا في هذه الفوهه البركانيه هذه اللي غنوصلوا لها تقدر توصل عليها شي انفجار، يقدر المواطن غيخرج من الزنقه. دابا السي العثماني السي وزير الاول بغى يوصلنا لهذا الشيء، واش بغى دابا يوصل للانسان؟ راه الانسان على فوهه بركان، راه على فوهه بركان، راه هذا الشيء هذا القرارات اللي هكا راه كتوصل كتدمرنا وكتدمر الاقتصاد البلاد ديالنا والناس راها لا اله الا الله، لا اله الا الله وشكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.